الثانية إذا كان الدستور واضحا وصريحا أن 25 يناير قبل أن يختطف الإخوان هي ثورة مجيدة وفريدة وشعبية، قبل أن يختطف الإخوان لم تكن ثورة 30 يونيو أو خروج الشعب في 30 يونيو هو ثورة على 25 يناير، ولكن ثورة على الإخوان اللي خطفوا ثورة 25 يناير. وإذا على السيد رئيس مجلس الشعب قبل أن يكتسب مرتضى منصور عضويته كنائب عن الشعب إن لم يحلف حازما وجازما وقاطعا القسم الدستوري المكمل الجزء المكمل كل لا يتجزأ من الدستور عليه أن يتنحى جانبا، ونحن في غنى عن عضوياته. واحد. اثنين، ثورة 25 يناير من لا يعترف بها فهو مخالف الدستور. ثلاثة، المطلب الأول على مجلس الشعب المؤقت في أولى جلساته أن يتابع بقوة ما يحدث في محادثات إثيوبيا، وأن يناقش تمام. هذا وأن يتم وضع جميع البدائل اللازمة في جميع الاحتمالات من أحسنها إلى أسوأها.